الفريق صاحب هدف الاول والتقدم النهارده النادي بترول اسيوط مصطفى صدفه مصطفى يعني النهارده فوز مهم على فريق كبير زي اسماد ابو قير 3 نقاط غايه في الاهميه يا مصطفى. أكيد طبعا، الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة قدرنا ناخد 3 بونت. والله اشتغلنا عليهم بشكل كويس، بدأنا ذاكرناهم من بعد ماتش القناة. أول حاجة قدرنا نعرف المميزات بتاعتهم، ربنا كرمنا قفلنا عليهم، اشتغلنا على الأخطاء بتاعتهم. الحمد لله ربنا كرمنا خدنا 3 بونت، و3 بونت غاليين حطونا في مكانة كويسة الحمد لله. يعني صدفة قول لي الشوط الأولاني وعلى ظهر لقاء نادي أبو قير بيلعب ب3 مدافعين واتنين باكات يعني 5 مدافعين، انتوا 3 بس، أحمد خالد وأنت وميسي تحتيه، بالتأكيد واجهتوا صعوبة في الاستحواذ على الكرة وشغل صدفة اللي احنا عارفينه عنه. أكيد طبعا، كان أول ماتش بدأ ب3 سردباكات عندهم، لأن احنا كنا مقتنعين إن هو هيلعب بكده، لأن الملعب بتاعنا من النوعية اللي هو واسع، فقلنا أكيد هيلعب ب3 ورا، فقدرنا نشتغل عليهم. قلنا لازما عشان ال3 دول ما يطلعوش بالكورة لازما الضغط عليهم من قدام في أول الشوط، واحنا ذاكرناهم لما ذاكرناهم في الماتشات بتاعتهم وكده، لقينا إن هم معظم اللعب بتاعهم إن هم بيطلعوا من تحت، لازما بيطلعوا الكرة من تحت وكده، فاحنا كنا لازم من اول الماتش نضغط عليهم، وربنا كرمنا ضغطنا عليهم فقدرنا نسجل اول هدف. ممكن جه علينا بيلين، ممكن كنت اتحسبت، الله اعلم اذا كان بيلين ولا لا، بس بشكل كبير يعني الحكم بيقول بيلين. قدرنا نرجع للمباراة الشوط الثاني، ربنا كرمنا اول برضو 10 دقائق في الماتش قدرنا نجيب الجون الثاني، بس طبعا فرقة قوية وفرقة كابتن معاهم كابتن ايمن مزين، طبعا كابتن كبير ومن النوعيه اللي بيلعب كره على الارض كتير، فواجهنا صعوبه النهارده في الماتش، لكن الحمد لله قدرنا ناخد 3 بونت. صدفه مليون مبروك الهدف ومليون مبروك الفوز. الله يبارك فيك يا رب، وشكرا لكم جميعا كده، وموفقين ان شاء الله باذن الله حبيبك. اذا كابتن خالد ده كان مع مصطفى صدفه لاعب نادي بترول.